وثائق في غاية الأهمية. قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر عليها في خان يونس بقطاع غزة. الوثائق كشفت عن أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار تلقى التزاماً من حزب الله بفتح جبهة قتال ضد إسرائيل عقب هجوم 7 أكتوبر. صحيفة يدعوت أحرانوت ذكرت أن الوثائق تقول إن السنوار أخبر معاونيه أن حزب الله سيفتح معركة موازية للهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل. وكتب السنوار بحسب الصحيفة إلى شركائه: تلقينا التزاماً بأن المحور سيشارك في مشروع الحرية العظمى نظراً لطبيعة العلاقة التي نعمل عليها. بعض الوثائق ذكرت أن السنوار قال إنه تلقى التزاماً من حزب الله بمحاولة التسلل إلى إسرائيل وغزو المدن بمنطقة الجليل، لكن ورغم مضي نحو 5 أشهر على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، لم يقم حزب الله بالهجوم الذي كان يأمله السنوار، ما دفعه لاتهام نصر الله بنكث العهد وعدم الوفاء بالوعد بحسب الصحيفة.